إذن عندنا وجوب التوحيد وتشوقت للتوحيد ولابد من تحقيقه. كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده، ومن تحقيق التوحيد الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله، ومن تحقيق التوحيد ترك السحر، ومن تحقيق التوحيد طلب البركة من الله لا من غيره، ومن تحقيق التوحيد لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. تمام. إذن هنا الآن بعد أن ذكر لك تحقيق التوحيد ذكر لك الخوف من الشرك. لماذا؟ لأنه قد تغتر بنفسك وتقول أنا المحقق للتوحيد، وعلى ما يقول بعض الناس يا أرض اشتدي ما عليك قدي، يعجب بنفسه وقال أنا الموحد، أنا شيخ الإسلام، أنا كذا كذا كذا. هذا الإمام الذي يقتدى به في تحقيق التوحيد ذكر لك هنا يخاف من الشرك. من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خليل الله، خليل الرحمن، أثنى الله عليه، كسر الأصنام بيده، يخاف؟ نعم. إذن أنت من باب أولى. ماذا صنع إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ دعا، قال واجنبني، يعني يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر، لا أريد أراهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتراءى نارهما، نار المسلم ونار الكافر. إمام أهل السنة من هو؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أرى عدو الله. هناك فرق بين الدعوة إلى الله، أن تدعو الكفار إلى الله وتعلمهم الدين وتعرض عليهم الإسلام، صحيح، وبين الإعجاب بهم ومشاركة هؤلاء في أعيادهم واحتفالاتهم في طقوسهم. وانقسم الناس تجاه الكفار إلى طرفين وسط، انقسم الناس تجاه الكفار إلى طرفين وسط. قسم يشارك الكفار في أعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم في الشركيات في البدع في لباسهم، يعجب بهم، وقسم يتعرض للكفار بالقتل والسب والشتم ونهب وأخذ الأموال، وقسم يتوسط لا إفراط ولا تفريط، نفي لهم بالعهود، نعم نتعامل معهم في البيع والشراء لا إشكال، لكن مع هذا لا نشارك هؤلاء في عدم احتفالاتهم في طقوسهم، ندعوهم إلى الله، نعم نعاملهم كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار. تمام. كيف نخاف من الشرك؟ من يعرف؟ الذي يخاف من الشرك هو يعرف كيف أخاف من الشرك. نعم. أولا بدراسة التوحيد، ثانيا بدراسة الشرك. نعم عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. تمام. الثالث بالدعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الرابع بالبعد عن المشركين بالبراءة من الشرك وأهله. بعد أن جاء بباب الخوف جاء بباب الدعوة إلى الله، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كأنه يقول لك لو كنت حقا محققا للتوحيد لابد أن تدعو إلى التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للتوحيد. قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كل وكل من يصح توجيه الخطاب إليه، قل يا نبي عليه الصلاة والسلام هذه سبيلي، الطريق الموصل إلى الله طريق واحدة، هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. أدعو إلى الله، هذا الشرط الأول من شروط الدعوة. شروط الدعوة عندنا خمسة: الإخلاص والعلم الشرعي ومعرفة حال المدعو، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، والحكمة والصبر. خمسة شروط للدعوة، توفرت شروط الدعوة تدعو إلى، لم تتوفر تتوقف حتى تتوفر. لكن انقسم الناس تجاه الدعوة إلى الله إلى طرفين وسط، قسم لا يدعو إلى الله أبدا، وقسم يدعو إلى الله على جهل، وقسم يتوسط. ما هو الوسط؟ الذي تثق منه 100%، 100% لا تشك فيه طرفة عين، هذا تدعو إليه.
لو تشك 1% تتوقف. هل تشك في توحيد الله، في أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ لا. لماذا لا ندعو إلى هذا؟ ما الذي يمنعنا؟ تشك فيه؟ اللي يشك فيه كافر، كفر أكبر. لو دخل إنسان الآن، دخل هذا الشيخ وسأل الشيخ إبراهيم، قال أين القبلة؟ الشيخ إبراهيم يقول الله أعلم، أنا لا أفتي. هو لا يشك في أن هذه القبلة، صح؟ قال كم عدد ركعات صلاة المغرب؟ يقول 3 ركعات. هذا أمر لا أشك فيه طرفة عين أنا. لكن مرأة جاءت وقالت الشيخ إبراهيم قال لي زوجي كذا وكذا، هل أنا طالق؟ يقول لا، إلى الإفتاء. صحيح؟ أي نعم. إذن عندنا مسائل لا نشك فيها طرفة عين، هذه لابد ندعو إلى الله بها. فالمحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو للتوحيد. إذن عندنا كم باب؟ أبواب 5. الأول وجوب التوحيد. عرفت أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. ثم أراد بالباب الثاني التشويق للتوحيد، شوقك للتوحيد. بعد هذا أراد منك أن تحقق التوحيد، ومن تحقيق التوحيد الخوف من ضد، ومن تحقيق التوحيد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه أبواب 5 كالمقدمة لكتاب التوحيد.